الحمد لله على إحسانه والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه الداعي إلى رضوانه، وأشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. في زول ما دار لا إله إلا الله، زول لو قالوا له قول لا إله إلا الله بقول لا إله إلا الله. طيب قلب خليك تكورك شنو؟ قاعدين نقول للناس قولوا لا إله إلا الله، مش مسلم ولا أنت يهودي، مسلم مشكلة؟ لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولا إله إلا الله ما يثقل معه شيء، ما في تقود أي حاجة في الدنيا، السماوات السبع والملائكة الفيو وعامرهن غير الله تبارك وتعالى، والأرضين السبع وعامرهن كلهم قدتم في كفة، وقد لا إله إلا الله في كفة، يرجح بهم لا إله إلا الله كلمة قامت به السماوات والأرض، كلمة كلمة الفصل، انقسم الناس فيه فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، كلمة جاهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم 23 عاما حتى أتاه اليقين من ربه، كلمة بذل الصحابة فيه دماء وأشلاء وقطعت الرؤوس وأموال، تركوا الأهل والأبناء والعشيرة والأموال وسافروا بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله كلمة مرق في الآفاق، هناك ناس شالوا وصلوا لحد بوتي، في زول بارب ماركة بوتي في فرنسا، في زول بيعرفوا هناك في بلاد الشهداء، في زول عارف الحتات ده؟ ما في زول عارف. المسلمين في بلاد الأندلس جاهدوا الفرنجة، ناس الفونسو الثالث والفونسو الرابع وملك إشبيليا وملك قرطالة وملك زفت، قاتلهم بلا إله إلا الله، نشر الدين، وصل الدين لحد إسبانيا. انت قاعد هنا يا بتاع الدخمة ما عارف لحد هسه لا إله إلا الله معناته شنو؟ معناته لا معبود بحق إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله تبارك وتعالى له اقرأ باسم ربك الذي خلق، ده أمر اقرأ، ومشتقات اقرأ كثيرة جدا جدا في القرآن، كان ممكن يكون في أوامر كثيرة لكن الله جل جلاله اختار اقرأ. ليه؟ عشان لأنه يا جماعة مسألة العلم ده مسألة مهم، ما تمكن الشبهات والشهوات والباطل في قلوب المتصوفة إلا بقلة العلم وقلة الفهم والتقصير وسوء القصد، لذلك ضلوا وأضلوا، والله ضلوا في نفوسهم وضلوا الناس. دايرين أنا ما نتكلم، زمان لقيت جدودنا وأبهاتنا كانوا أميين ومساكين، خشيتوهم يا مجارمة ودخلتوهم أكلت حقهم، والله أما الآن المسألة دي انتهى، جا زمن بتاع علم، علم علم بتاع الدين متاح، ودقست يا صوفي إذا صح التعبير، إذا صح التعبير دقست، كتبت ولا ما كتبت؟ كتبت عشان شنو؟ كتبت عشان نحشيه سندوتشي ولا عشان نلف بيه باسطة؟ مش كتبت عشان نقراه؟ طيب أنا بقراه يا أخي، أنت بتكورك مالك؟ ما هذا أبوك كتبه، أبوك الشيخ كتبه، أنا بجي ببين لك، ما قبل كان بتخمني لأنه لقيتني أمي ما كان بعرف بقرا ولا بعرف، أنت الوحيد اللي كان بتعرف تقرا،
ماسك الحله الدار يعقدوا ليه، والدار يكتبوا له حراسه، والدار يكتبوا له محاي، والدار ياكلوا الاتوت حقه. شغال بتاكل في الاتوت تاكل السم. الان انت كتبت الهوس ده عليك. الله اسمع الكلام اللي ما عنده اي معنى ده، اسمع الكلام ده عشان ما تجي. ده الفيوضات الربانيه، في اي قادر يلاف هنا في البلد قوم على حيلك يا عاطل. في قادر يلاف هنا؟ قادر فيه يا جماعه؟ ده الفيوضات الربانيه في المعاصر والاوراد القادريه، ده اكبر كتاب فيما اعلم والله اعلم في الطريقه القادريه. ده قال فيه كلام عجيب جدا جدا، والكلام ده فيه كلام كثير ناسبينه لعبد القادر الجيلاني. وعبد القادر الجيلاني يا اخوان الناس اللي قاعدين ديل، عشان تكونوا على علم، اهل السنه والجماعه او المترجمين والمؤرخين والناس اللي بيعرفوا التاريخ وبيعرفوا التراجم بتاع الرجال، قالوا عبد القادر الجيلاني زوج سلفي بريء من هذا الخزوع بلات. والله ما عنده اي علاقه بالكلام ده، ده نصبه له ساكت، ما قال اي كلام جوا الكتاب. ده المجارمة قالوا الكلام ده ونزلوا دايرين يخشوا بيه الناس في صفحه 65 فيما يبدو لي، اذا ما قاني المساله. طيب قال كده عليك الله انت، اذا بس زول مسلم اسمع الكلام ده، اسمع الكلام ده بعدين تعال شوف الحاصل شنو. فتشوا لي وين محل زراعي من فوق السماوات، محل قال انا الفرد الكبير بذاته. طيب نخلي المساله دي ونرجع له، فتشوا لي شوفوا لي وين شوف الكتب بتاعت التصوف ده. اول حاجه لازم يكون عندك كتب تصوف في البيت، وما تخدهم في المكتبه، تخدهم في شوال وتجدهم تحت السرير. والله بعدين تكتب لك ورقه فيه هذا ليس للاتباع، هذا للردم، بس للردم، تقراه للردم، ما تقراه عشان تتبع، لانه لو قريته عشان تتبع اديك بيه شرطك. طيب ما في مشكله، ما في مشكله، خليه وخليه وانساه، انا ما اعرفه. قال شنو الزول ده في المساله ده؟ لكن انا كنت دار اقراه لك من الكتاب عشان تعرف. قال انا كنت في العلياء بنور محمد، وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة. أنا ما أعرف يا تو أحبة ويا تو قاب قوسين، والله قال كده. قال أنا كنت مع نوح في الطوفان، زمن الطوفان، قال راكب في السفينة مع نوح. قال أشاهد في الورى طوفانا على كف قدرتي. والله قال أنا كنت مع إبراهيم ملقى بناره، وما برد النيران إلا بتفلتي. نار سيدنا إبراهيم يا إخواننا، ربنا سبحانه وتعالى قال يا نار كوني بردا وسلاما. ده اللي قالوا من يا ناس، قالوا الله ولا قالوا شيخ القادرية؟ قال برد النيران بتفلتي وبوف نار موت نار مات. قال كذاب، ما مات ولا أي حاجة. بعد ده جماشي قال كلام كثير جدا جدا. قالوا أنا كنت مع موسى، وموسى عصاه من عصاي استمدت، عصا سيدنا موسى لما قال اهش بها على غنمي ولي فيه معارب اخرى. ده منو؟ ده نفس الكلام. انا كنت مع ايوب في زمن البلاء، وما برئت بلواه الا بدعوتي. انا كنت مع يعقوب في اهل عينه، وما برئت عيناه الا بزغلتي. هوس هوس خالص. بعد ده ولو وقف لحد هنا يكون كويس، ما في مشكلة، يمكن يكون في المنام ولا أي حاجة نعول لك، لأن رغم أنه كذاب. لكن تعال شوف قال شنو. قال أنا الفرد الكبير بذاته. ده تمومة القصيدة دي موجودة هنا، الكتاب اسمه الفيوضات الربانية في المعاصر والأولاد القادرية، بتلقاه في الدار السودانية للكتب في الطابق الفوق، الطابق الثاني بتلقاه. ما تمشي تفتش الحوس ذاك القاعد ماسك الكمبيوتر، قول له اسمع دار لنا الكتاب الفيوضات الربانية، أقول لك طوالي 35 جنيه، ما أعرف الآن زاد ولا ما زاد. يا أخي خليك من ده. في طبقات أظاهر الرياض، وينه؟ ده أظاهر الرياض، أظاهر الرياض ده فيه كلام جوا هنا
كلام خطير جدا جدا. احمد الطيب البشير بتاعت امرح، في زول بعرفه، في زول ما بتاعت امرح ده، عبد المحمود نور الدائم بتاعت طابت كتب الكتاب ده، ما قلت اي حاجه. نبذته انا يا جماعه؟ نبذته؟ ما نبذته يا اخي، ما تعمل لنا جنس. انا قلت قال في الكتاب، عندك اي موضوع تعال فتش الكتاب، ما تجي تعمل لي هوس في راسي انا. كويس؟ قال هنا في الكتاب ده، قال الشاكل عملك الموت، قال له ارجع ارجع ماشي وين؟ قال ماشي اقبض روح الزول ده، قال له ارجع ارجع راجع ربك، قول له احمد البشير قال لك المساله دي انتهى. والله في الكتاب ده ظاهر الرياض، في زول بخالد امشي اشترى ظاهر الرياض طوالي يجيبه ويفتش ويشوف الحاصل فيه شنو. يا اخي ده قال لقى واحد اسمه محمد المبارك، قال ملك من حجب الجلال، والله ده هنا برضه قال ماشي الحج، والله ماشي الحج. بعدين قال شو المطر ده حق الله ما حق الخنجر، ما تخافوا ما بعمل اي حاجه، خنجر ما عنده اي حاجه، والله مطر يدقك تبتلي جلابيتك تمرسرو تبقى مارك، ما عنده حاجه الخنجر. طيب قال لا لا نختم باخر حاجه، تعلم الكتب ده الحوس ده لمو لانه بنحتاج ليه عشان نردم به وما يتشرد. طيب قال هنا ماشي الحج. بعدين قال قال ماشي الحج لقى واحد من الملائكه اسمه محمد المبارك، قال اداه صلاة اسمه سر الاسرار، والله قال كتمه، كان الوقت داق معه وكان حسن وتحسونا قال ماشي معه. المهم كلام كثير، قال في النهايه خف المساله دي، وما قال الاولياء بيعلم الخيب يخفيه كيف، قال خفاه، قال ومراقبا الاذن من الله تبارك وتعالى، قال او من حضره المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى الا بعد داق يوريها للناس.